loud. She won't allow. Alawi. 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 يلا بس هاي ماما حطها. يلا بس يا حبيبي مو راح تخلص الحين والله بعدين. يلا شو وريها. شوف ترفع بيها. كم حطة ثانوية توزيع الكهرباء بالنسبة عنك يا تعليق منتج عقلي. بنوك الشعب الثورة حاليا العمل ماشي على برمجة ساعتين كهرباء 4 قطع. يلا شوف سويت شوف لا توجعك حتى تضربك بالعبد. هبه؟ صارت حلوة راحت؟ معك ترجع؟ بسبب العمليات العسكرية المتواجدة في منطقة بعد ما خلاص تلوبة أنا عرفت عنه. هي تجبال بس وأنا النوبات تجي صوفي أنا يواجهني نوبات قلبي يواجهني أصير ضعيف ما الخطاب وين؟ الناس أحب الناس أنت ما تقدر تمشي شلون تروح المدرسة ما تقدر؟ أقدر لا بعيدة وأنت تعبان بعيدة المدرسة وتتعب يم والله مو بعيدة هم البشر قسى على فكر شكل يعني مرات إني أتخبط أتخيل قدام أشكال راح يصير بي أشكال شلون اسم الله يتوفر أشكال شلون أشيل أشكال يعني شلون بعد ما أشوفه شلون يعني تعبت وياه هاي السنين كليتها وتعبي يروح حرامات ماكو مكان انا ما حافظتك وانت لازم احافظك هسه يصير فيها خلي اخذ ميثابرين يبقى على الميثابرين عنده حساسيه اخذي امورسي وهذا المسكن مال جسمه اللي يوجعه وما بيقوم نهائيا حتى من يمشي هيك يهبد يعني يريد يوقع يعني مشيته ماكو مو طبيعي اي ماكو ماما مركز علاجي مال عوز اللغه ماكو هاي صار لك 20 كبسوله كل ساعات وانت كبسوله انت لو دهن مع الاشجار مو مال تركيب خليه طيب شكله يعطيني بس كبسونه انا كل ما ابر جاي اضربه ما جاي تفيده يقول لي شو اسوي؟ ماكو يعني ماكو مكان ماكو والصحه ماكو فلش شو اسوي له؟ سبحان اقول لك ساري شلون طلعت العدوى ساري؟ ساري اقراص دمويه هو جسد حجرين وكوكيكات. فبما انه ما يرهم لغير ترتيب اذا ما في غير الاقراص اللي استلموه. ايوه خدم واخذت لازمه. والطريقه تشتكين انت توجهها للوزير، السيد وزير الصحه. معدي لازم مستمسكات لما نقدمها. لا المستمسكات انه هذا مريض مسجل يمنا. انت شو راح تكتبين؟ سبب العدوى او تكتبين انت اخذت اقراص دمويه بفلان تاريخ وعندك ما يثبت. عندي ما يثبت عندكم هنا. لا مو يمنا. لا يمك اكو. يمك بيا مستشفى. بيا تاريخ راجعتي مو بالسجلات عندهم. اي موجود اي. مو تكتبي عيني بالعريضه؟ مو تكتبي فراسا الوزير شو راح يكتب؟ يحول علينا بيان الراي. احنا راح نكتب نعم. يصير محلو اريد الوزير يكتب لنا. بيان الرأي راح نثبت لأريد الوزير حتى يصير قويا. السيد وزير الصحة رأسا خوش عيني. انت ليش تدفع ايدك؟ لا تدفع ايدي يا ماما، انت ليش تدفع ايدي؟ الو شوك عيني. السلام عليكم دكتور. شو هالصح عيني؟ شلون كيفك؟ عيني دكتور. زين عندي هسه طفل يمي عمره 10 سنين بس ما نشوفه عمره 5 سنين ما يطلع ما نشوفه. مصاب بالايدز. هذا ايش نقدر نسوي له؟ ساري. اها احسنت احسنت. هذا ايش نقدر نساعدهم؟ بس ماكو ما مسلمين شيء. من وزارة المالية ماكو موافقة؟ زين أنا آخذها رئيس الجمهورية. آخذها بيدي للياور. أو للجعفري. شكرا جزيلا على استغفر الله. هو تعرفين اختي المرض عالميا مو مرض هين هسه هذا. هو هذا هسه الحمد لله اقتنعنا بانه مرض بس على تعابه يعني لا ماكو فشي تعويض اقعد ببيت لا تعبكم ولا انا اتعب يومي جايبه ابني وموديته وهسه والله قاعد. لا شوفي عيني شوفي احنا من حق المواطن علينا ان يتدلل علينا. لا هذا حق هذا حق اللي شوفي عيني يعني لو ما له حاجه بتعويض العشاء اسوي يعني العشاء اسوي. لان انا سابقا مشيت بها وما حصلت نتيجه وقلت بركت على ايدكم على هالامور هاي شو هماتين ما اعرف. يعني دوله مستحله ومو بس مستحلين احنا صرنا مثل الفريسه يا اللي يجي ياكل بينا فما نعرف يا اللي صح ويا الغلط. يعني الارهابيين بصفحه، امريكان بصفحه، الشعب كله بصفحه جاي يروح، مو نفتهم يا الصح ويا الغلط احنا خاصه. ضايعين احنا بين الاثنين. ما نعرف يا العدو يا الصديق هسه بهاللحظات هنا. ما نعرف. صار 4 سنين. هسه صار قليل الحركه. ليش متوتر؟ سلك شوي. إذا أريد يتعب شوية يتعب. هي ماكو أم ما تتوقع المستقبل لبنها زين، بس بالنسبة لساري اللي قالوا لي ساري لا تخليني بنفسي أي شيء، لأن ساري مدايم يعني ما تعب له وما أقدر أعوضه. خلي يا حبيبي انت نعم دافين رمان هنا تنفجر على جاد مباراة عمالها عمالي ما جوتها شيلها شيلها المفجر ليش خطاب؟ بعد وطيتك فيني؟ وطيتك؟ جبني عمر ليش قاعد تنياك؟ ونظام ايش فيك؟ نظام من جوا جيبني انت جيب لك عود جيبني جيبني عود جيبني اخذ طيناتي مالتك والله ما تخلي شباب خير ايش فيك عوبه؟ شوفي شوفي ما يجيب لي عود ومطيته طين عرض جيب طيناتي وا وثبت الأجر إن شاء الله.